ده كان مسعى أمريكي، مسعى يهودي أمريكي يقوم به في ذلك الحين دكتور هنري سيجمان، اللي كان هو أولا صهيوني 100% وتحول بعدين إلى أنه هو مع بقاء دولة إسرائيل ومع دولة فلسطينية، وعمل مجموعة كبيرة من كبار الموظفين بكل الإدارات الأمريكية السابقة، وكان أوباما جزءا من هذه، كان يجي يحضر كذا اجتماعات. هن اللي طرحوا على راح سيجمنت، كان يروح على إسرائيل ويروح على غزة ويشوف أبو مازن ورئيس السلطة الوطنية ويشوف جماعة حماس، يطرح هذا الموضوع يلي هو منطقيا بتشوفيه سليم، انه بالنهاية اثنيناتهم قاعدين ببلد اسمه كذا، ولكن كان يعز على الفلسطينيين ان يقبلوا انه هن صحيح عايشين بهالدولة ولكن اسمها فلسطين. والوقت يعني المناخ الاقليمي والدولي في ذلك الحين ما كان مؤاتي مشان هيك. فانا اللي عم اقوله هلا، اذا يعني عم تقوله هلا يتلاقى مع هيدا الطرح؟ لا يطلق، او جزء منه لا يطلق. لا يطلق، لانه بالنهايه 25 سنه ما بعرف شو يصير، بس انا بعرف بيكون لبنان تدمر، سوريا مدمره، اكيد اليمنيين ما راح الاردن بدا الخطر الكبير. صحيح، الخطر الكبير على الاردن. يعني نحن طبعا مش ايران اخذت قرار انه طوفان الاقصى، اخذتها حماس، بس حماس سلحت ومولت ودربت وبنت هذه الانفاق المعقده اللي حتى الان ما قدرت اسرائيل تخلص منها برعايه ايرانيه. هذا كله برعايه ايران. ما عارف ايران شو لازم يصير، ولكن مفروض انه يصير شيء له علاقه بالصراع مع اسرائيل. طيب هذا الشيء صار، تدمرت غزه. مش عم اقول انا ضد اللي صار، ولكن طريقه المعالجه بالاخر ما بتاخذ. يعني انا مثلا ما بدي اروح عند الجانب الفلسطيني، نترك الايراني على جنب شوي. طيب انتم وحلفائكم الايرانيين ما بتعرفوا انه هاي السنه، صرنا سنه نحن هلا، بس هاي السنه منذ طوفان الاقصى قبل شوي او بعد شوي بدات الحرب الضروس بالانتخابات الرئاسيه الامريكيه، وبهذه سنه الحرب رئاسيه، بهذه الحرب في كلمة أساسية لإسرائيل وفي كلمة أساسية ليهود أمريكا. وهذا ما بيعني، أنا قلت مرة يمكن عندك ما بطلع غير محلة، يهود أمريكا صاروا كتير منرفزين من نتنياهو، ولكن بأوضاع مثل هاي النوع كله بيرجع بضب على بعضه لما بيصير في خطر داهم. لذلك كان يجب على المعنيين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى حلفائهم اللبنانيين والفلسطينيين أن يعرفوا أنه هيدي مش بضرب ضربي وبطلع، هيدي حرب غزة حرب. طيب أنت برأيك يكون غاب عن كل هؤلاء خاصة إيران أنه هيدي سنة رئاسية، وأنه ما بينعمل طوفان الأقصى بهي السنة لكي، لأنه فيه، لأنه أمريكا بدها تعمل حساب اللوبي اليهودي واللوبي الصهيوني بالانتخابات، أو أرادوها في السنة الرئاسية؟ في جوابين، وواحد منهم سيء كثير وأنا ما بتبنيه، أنه ما عملوا حسابات مزبوطة. أوكي. وأنا بعتقد الإيرانيين بيعملوا حسابات مزبوطة. الثاني تنتخطى هيدا السيء. الثاني بعتقد إيران لم تعتقد أنه ستطول معركة إسرائيل ردا على طوفان الأقصى. لم تعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستسمح بأن هذه الحرب تصير حرب مختلفة، تصير حرب إبادة وصار لسنة وتتمدد. يعني هول كلهم ما عمل حساباتهم الايراني. مرق الوقت، مع الوقت بتصير القصص تجر بعضها. هلا يعني معقول بايدن قبل ما يتخلى عن الترشح، انه ما عم بده يرشح نفسه وجاب كاميلا هاريس، حكي عن الفلسطينيين، ولكن اجا وشاف نتنياهو وجاب الاساطيل وبعت السلاح وبعت، وكان لما ينرفز من نتنياهو ينرفز ولكن ما ينفذ، لأنه بالنهاية
أولا في انتخابات، وثانيا ضرب إسرائيل بهاي المرحلة، يعني خروج إسرائيل من معركة طوفان الأقصى وحرب الإسناد اللبنانية عليها، خروجها خاسرة، هو عمليا يعني خسارة أمريكية للمتحدة الأمريكية. هي يعني بهن اعتبروا أول شيء قاله بايدن، من أول كلام اللي قاله بايدن، أنه أمن إسرائيل هو من ضمن الأمن القومي الأمريكي. يعني هل قد كانوا واضحين؟ لذلك بهذا الموضوع يعني ما بدي حط أنا لوم، يعني مش عم لوم، أنا عم بحلل أنا وياك هون. هذه الحرب بس وصلت أخذت هذا المنحة، خلص ما عادت حرب طوفان أقصى ورد. بنفس الوقت دخل فيها العامل الإسرائيلي الأناني السياسي البحت، وهو الصراع بين نتنياهو وأمريكا من جهة، وبين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية غير المتدينة وغير اليمينية هيك 100%، واللي بدها تخلص الرهائن وبنفس الوقت تفتح طريق لحتى ما تفوت بحرب وترجع بعدين جماعة الشمال لهوني المستوطنين. طيب ما عرفتوا خطوا معركة مع نتنياهو، خسرتوا الرأي العام الإسرائيلي اللي عم يطالب، كان ساقط بالاستطلاعات نتنياهو، مظاهرات بعشرات الألاف وبعدين مئات الألاف انه روح طلع لنا الأسرى، بيطلع الأسرى يعني بيصير في وقف نار، بيصير في تبادل أسرى والرهائن ومساجين فلسطينيين، وما منعود نكفي بطريق الحرب المدمرة اللي ما قاله. مين اللي ما عرف يستغل هذه أولا الأمريكي ما استغل هاي القصة بشكل مظبوط، وحلف الأمريكيين من اليهود والزعماء الأحزاب اليهودية بإسرائيل كمان ما عرفوا، مش لأنه ما بيعرفوا أنه لازم، ما عرفوا لأنه بداخل كل من كل يهودي إسرائيلي وكل حزب يهودي إسرائيلي بيعرفوا من جوا أنه هن ما بيقدروا يروحوا كتير بعيد بوجه شخص لا يتورع عن سفك الدم من أجل السلطة، بس بنفس الوقت بيعرفوا أنه بالنهاية أي تسوية بدها تصير تطلع فيها حماس رابحة 20%، هيدي بتكون ضربة قاضية، مش ضربة قاضية، ولكن هذا بيكون مسمار بالفعل سميك وطويل بالكيان الإسرائيلي يلي ممكن يعمل تفاعلات بعد سنة بعد خمسة بعد سبعة بعد عشرة.